انترفيو دي جور. انتم تسمعوا في صباحنا هكا متواصله معكم العشرة متاع صباح. مرحبا بكم الناس الكل. معنا الفنان التونسي حسين عامر. قولوا له صباح الخير يا سيدي. نهاركم دقله وحليب وصباحكم اطيب على راديو ماد وعلى كل مستمعي راديو ماد وعلى التوانسه الكل. وان شاء الله رمضانكم مبارك ويعم بالخير وبالبركه وبالامان على هالبلاد العزيزه الغاليه. ان شاء الله اليوم واحد رمضان. كيفاش تعديه رمضان حسين عامر كالعاده؟ ما كيفاش تعديه رمضان؟ والله رمضان كيفاش يقولوها له الجانب العائلي والجانب تنجم تقول المعتاد والكل، والجانب الاهم اكيد في شهر رمضان شهر الرحمه والكل اكيد له الخصوصيه الروحانيه وله الخصوصيه الدينيه وله الخصوصيه يعني على مستوى الصلوات والتراويح والقيام والكل. ان شاء الله ربي قدرنا وربي ان شاء الله يعيد علينا بالخير والبركه ان شاء الله يا ربي. انت حاضر معنا حسين عامر في البرمجه الرمضانيه لراديو ميد حصريا سلسله تعرف بالانبياء. كان نحكي عليه شويه السلسله هذه حسين. المشروع هذا هو وليد منذ سنتين فمني قدمنا الجزء الاول يتمحور هو المشروع الكل عنوانه حول الرسول صلى الله عليه وسلم. صاحب الفكره وصاحب الكلمات المغنات والبحث والكل هو الشاعر طاهر السيسي. على مستوى الالحان الملحن سيم عبد الله، وعلى مستوى التوزيع الموزع محمد جريتلي، وعلى مستوى يعني الإلقاء أو قراءة النصوص الإعلامي القدير وليد الكيلي. بالنسبة للجزء الأول مشروع كما قلت يتمحور حول ما يقارب 30 من الصحابة والصحابيات في الجزء الثاني إن شاء الله اللي باش يكون عندكم في الأسبوع القادم قدرة ربي. هو تعريف بكل صحابي، يعني تعريف بسيط اكيد ثم وقت يحكم فينا وثم وحابين نعطيه بعض المعلومات اللي تخص كل صحابي، خصوصيات كل صحابي في مراوحه موسيقيه، مراوحه تثقيفيه، مراوحه تاريخيه والكل. وان شاء الله ان شاء الله نبلغوا المقصود هذا. معناتها سلسله مغنيات نجم نقولوا معناتها عن الرسول وصحابه الرسول، معناتها فما اوريجيناليتي نجم نحكيوا عليها معناتها حسين عامر. هو والله هو يمكن للاسف السنة ما لقيتش الارضيه الباهيه باش تكون مصوره الجزء الثاني، لكن الجزء الاول كان بشراكه مع احدى القنوات الخاصه قدمناه على مستوى الصوت وعلى مستوى الصورة زادة كيف كيف. الجزء الثاني باش يتقدم على مستوى الصوت فقط. كما قلت لك هي مروحة غنائية ومقروءة، يعني ثم قراءة هكا يعني لابد باش نعمل مصالحة مع جذورنا سواء على مستوى الوطن، مصالحة مع تاريخنا، مصالحة مع ديننا، مصالحة مع قدوتنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي عاشوا في جوار الحبيب من أخلاق ومن صفات التسمو بها ومن رحمة ومن تراحم. يعني هذا الكل يزمنا نعرفوه ويزمنا نراجعوه ونعلموه لوليداتنا وللناس الجديدة إن شاء الله. تقريب لأول مرة مشروع كي من هكا يا حسين عامر في الراديو في إذاعة بالنسبة لي كنتي. بالنسبة لي أنا لأول مرة. هو الموضوع هذا يعني حول الرسول يعني تناولوه من جهة أخرى، يعني خاصة على المستوى العربي من خلال قصص ومن خلال واحد، لكن على مستوى المغنى ومستوى يظهر لي لأول مرة المشروع. كنا معتادين كما يقولوها بالابتهالات وبال هذايا الكل والمديح هذايا الكل شيء مشكور. قلنا علاش ما تكونش تجربة أخرى. الحق لقيت ظالتي في الثلاثي اللي هو طاهر ساسي وسيم عبد الله ومحمد الجريتي. ان شاء الله نشوفوها مصوره هكا نشوفوها في التلفزيون ان شاء الله نشوفوها مصوره سواء على مستوى تونس وعلى مستوى عربي، لان قاعدين نعملوا في يديات وسويقات كما يقولوها، وان شاء الله نلقاو ارضيه والا سوق على مستوى العربي ان شاء الله. زاد كيف حسين عامر نحكيو على اغنيه جديده شيخ محرز ريبريز. الاغنيه عرفناها برشا في الحضره ونغنيو فيها ناس الكل. انت عاودت لها ريبريز جديده، دخلت فيها لي انسترومون جدد، حطيتها في اطار روحاني جديد. كان نحكي شويه على الاغنيه هذه يا حسين عامر. الاغنيه هذه كما كنت تحكي انت هي من الموروث نتاعنا الصوفي، هي تتغنى بالشيخ جليل والشيخ فاضل والشيخ سلطان محرز اللي لابد يلزمنا نرجع كما قلت لك يعني مصالحه مع تاريخنا والكل، لانه للاسف قعدنا نعرف ويمكن ثم بالطبيعه الناس عارفين
بالامور هذه وكل، لكن قعدنا هكا على مستوى يمكن شعبوي شويه، ما نعرفوا الوليه كان بشويه الشماع وشويه القصه وكل، وان مجال الاخرى نحاولوا للاسف وقع الاعتداء على عديد المقامات والكل. هو مشروع هذا كيف كيف مش يتناول عديد الاولياء الصالحين بمراجعه للنصوص الموجوده، نحاولوا باش نراجعوها، نحاولوا من نحيوا منها بعض الشوائب، ونحاولوا باش نغوص ونعرفوا بالشخصيات هذوما شنو هي الخصوصيات نتاعهم، شنو هي الكرامات اللي عطاها لهم ربي، علاش هما مختصين بالذات والصيت نتاعهم قعد ليومنا هذا وكل. على المستوى الموسيقي محمد القريتي قام تجربه يمكن نوعا ما فريده، هو قمنا بتشريك يعني فريق على مستوى الكورال، هو فريق من الكنيسه الافريقيه فهمني، لي فوا دونج. اي ولاحظنا شيء ذي في الغناء حسين عامر، لاحظنا السبيريتواليتي في الغناء ديجا. اي والله هو خاصة على مستوى الحرفية بكل صراحة، أنا نعرف الكوتي هذاك كيما لي جوسبيل والكل، لكن ما حضرتش عليهم هم يسجلوا، ما شاء الله عندهم حرفية على مستوى التسجيل وعلى مستوى الهرمنة والهرمونية على مستوى الأصوات، شيء بكل صراحة فريد من نوعه بكل صراحة. إن شاء الله احنا على مستوى يعني خدمتنا وعلى مستوى موزيكنا والكل نحاولوا باش نوصلوا للحرفية هذيك، وقدموا شيء جميل، عطاوا روح أخرى، عطاوا نفسية أخرى، والحمد لله إن شاء الله تعجب. أما ذكية منك حسين عامر، وقت اللي قلت في الغنية في الشيخ محرز ذكرت شيخ محرز وقلت الأعمال على الله، يعني أنت كأنه معناتها هنا تقول بخلاف صحيح أولياء صالحين وتباركوا بهم وعملوا الخير في دنيتهم، لكن المهم أنه نعملوا على ربي. هو ذاك المطلوب، هو أنا قلت في أول كلام أنا نمدح في ولاي الله وصلاتي وسلامي على سيدي الهاشمي بن عبد الله، أنا ذكري فيهم وزادي وتكلاني والأعمال على الله. يعني هذه الزيادة اللي شفناها مع الغنية هذوما اللي يلزمنا نعرفوهم، لأنه كان يعني الحديث يطول على كل شخصية وتحب له ما شاء الله. يعني سلطان محرز هذا إنسان يعني في وقته ما يقارب 300 سنة بعد الهجرة المحمدية والكل، يعني كان له دور كبير برشا في حماية هالوطن هذا، سواء كانوا مسلمين وإلا كانوا مسيحيين وإلا كانوا يهود، كان حماية البلاد هذه ضد الهجمة الشيعية كيفاش يقولوها في وقت هذاك المعزلين لها الفتن، يعني تاريخ كبير برشا، وهذا المطلوب. يعني مطلوب انه الاغاني هذو ما يمروش مرور الكرام هيك اغنيه وكيفاش وايقاع صوفي ورقصه صوفيه والكل، هذا كل باهي، لكن الجانب التثقيفي هو اللي به الفائده. اي كما قلت في المصالحه مع تراثنا مع تاريخنا مع الاولياء هذوما اللي عندهم تاريخ في تونس فريمون، معناتها اللي ممكن منحصره كان في نحطوا شمعه ونمشي ونتبرك وندعيه يا ربي يا سيدي محرز، معناتها نجح لي ولدي بار اكزامبل، هذه خطا. هو ما نموش، هو ديما يقولوا الاعمال بالنيات، حتى خاصه كيفاش يقولوها الناس الكبار يتمشي ولا الانسان الكبار وكل، يعني نيتهم عاقدين النيه في ربي سبحانه وتعالى، اما ثم حاجات تورثناها ماذا بينا نصلحوها وكا هو فهمني. يعني اكيد نيتهم ديما وعاقدين النيه في ربي سبحانه، هو هو صاحب المنشا وهو اللي يرجع كل شيء لي هو، لكن ثم بعض التقاليد تورثناها نحاولوا باش نصلحوها بامور علميه بامور تثقيفيه والكل، واكيد فهمني. وثم مشروع اخر ان شاء الله زاد قاعد يتخدم، هو يتمحور حول عدد من الانبياء، بدينا باغنيه تتغنى بسيدنا يوسف ان شاء الله في القريب العاجل تكون موجوده عندكم ان شاء الله، وباش يتواصل المشوار حول عدد من الانبياء. واضح. انت حسين عامر ساهمت انك خرجت الاغنيه الدينيه او النشيد الدينيه من الموسميه نجم نقولوا، من رمضان من العيد، ولات في سير الايام، معناتها ولات كل يوم نجم نسمعوا اغنيه دينيه من عند حسين عامر. ما زلت ماشي في طريق هذا، معناتها ما زلت مواصل انك تتشبث انه الاغنيه الدينيه والانشيد الدينيه لا مش كان في رمضان، مش كان في العيد، مش كان في المواسم الدينيه، لا في كل يوم نجم نسمعوا اغنيه دينيه، وعلاش ليه ما تكونش مودرن، معناتها يزينا من الغنيات الحاضره القديمه والتقاليد، لكن نعطيوها معناتها تقول انت لمسه نتاع مودرنيتي نجم نقول. والله هو شو راهو ما تعرف الفنان عنده ثم حس كبير عند الفنان وثم امور حسيه، يعني الفنان وقت يخدم ويلقى الارضيه المهيئه، وقت يلقى الاعلام بجنبه كما يقولوها، كل عمل يقدمه يلقى الرواج كما يقولوها، سواء على مستوى الاذاعه ولا على المستوى البصري، سي سور سي كود بوس باش يعطيها له نفسانيا
وتخليه يزيد يشتهد في عمل متاعه، سواء على مستوى الصورة من خلال الأغاني المصورة من خلال الكليبات، وإلا على مستوى السماعي من خلال يعني هذا مجهود متبادل بين الفنان وبين الإعلام. فهمني انت حكيت على الجو الحاضر وكل هذا كل وراها ونفتخر به وهذا موروثنا، اما نحاولوا باش نطوروا يعني اذا انا مش ندخل في النوعيه هذه ما نضيف حتى شيء. شنو عملت يعني نحكي على تجاربي انا، نحكي على الشيخ جلمام، شيخ حمد جلمام اللي حاول يشد العصا من الوسط يعني متلمذ على المدرسه القديمه والكل، لكن حاول باش يعني من خلال رؤيه جديده، من خلال كما يقولوها استعمار الاصوات ولا مش ديما التحدي ينجح. حسين عامر كان لاحظت شويه فما ممكن شويه معناتها ممكن فما تجارب فيها شويه نشاز، معناتها صعيب انك تحدث ولا تطور في موروث سنسنا بيه احنا، دونك هنا ممكن حكي الدوزاج هكا ولا حسين عامر معناتها كيش لازم نزيدوا معناتها. الكلمه صحيحه قلتها انت، حكايه الدوزاج حكاية دوزاج يعني ما خاصة في النمط الصوفي، خاصة بالنسبة للنجم تقول الإيقاعات الصوفية والكل عندها الروح متاحة وعندها الهنك متاحة، فهمني ما تنجمش تخرجها. ما شنو الإضافة اللي تنجم تضيفها؟ كما قلت أنت على مستوى الروحاني يعني الحضرة وقت صارت ما شاء الله 20 سنة إلى الوراء، فهمني كنا نسمع في نوعية أخرى الحضرة يعني شنو اللي طورت على مستوى تنجم تقول الزخرفة الإيقاعية، على مستوى اللي تنجم تقول العدد كنا نشوفه في فرق نتاع سلاميه يعني قبل الكل الفرقه تتمجج 12 13 عنصر. اللي جابته جديد الحضره هو اكل بهرج كبير، فهمني بهرج كبير على مستوى الاصوات، بهرج كبير على مستوى الايقاعات، محاوله اضافه بعض الالات الموسيقيه الوتريه والكل اعطت نكهه جديده وما شاء الله وليومنا هذا الحضره قائمه الذات. ثم تجارب اخرى كما قام بها على مستوى الزياره، على مستوى يعني ثم تجارب موجوده التجربه نتاعي انا، نحكي على التجربه يقول مع خويا سليم بكوش فوزي والكل، حاولنا شنو كل واحد اكيد في الفلسفه نتاعه والكل حاولنا نشوفوا طريقه اخرى شنو هي الاضافات، فهمني يمكن فوزي خذت نيه اخرى انا خذيت نيه اخرى على مستوى التوزيع يمكن يعتمد على التوزيع الغربي، وعلى فوزي خذا يعني من كل شيء بطرف كما يقولوها. سليم بكوش زاد عنده سيت ان غران شيرشور في المجال هذا وكل يعني نحاولوا باش نساعدوا الكل وفي ذلك فليتنافسوا المتنافسون ان شاء الله. سي حسين نحكيو على رمضان، نحكيو على جو السهريات، نحكيو زاد على في رمضان على مهرجان المدينه وغيره من المهرجانات والحضور الفني، اسكو باش نلقاوك حاضر في سهريات رمضان؟ والله ان شاء الله تلقاوني حاضر اعلاميا فهمني، لكن على مستوى السهرات حبيت نعمل كيفاش يقولوها رؤيه كيفاش يقولوها تامليه اكثر عامني، وانا عملت دوره صغيره، عملت يعني نجحنا في البعض وفشلنا في البعض الاخر يعني تقييم يعني حبيت نوصل اللي بيه فايده اعطيني نوصل المنتوج الموسيقي نتاعي الحمد لله على مستوى الكم موجود يعني المنتوج الموسيقي موجود فهمني. شنو اللي نعيب على روحي شويه اللي هو مازال ما وصلش كيما يلزم للاعلام مع كيما يقولوها نوع من تنجم تقول استراتيجيه بتاتر تكون نوعا ما فيها بعض الاخطاء الاستراتيجيه والكل على مستوى تغيير اللقب والكل الكل يعني ثم حاجات يلزمها شويه وقت فهمني، لكن والحمد لله بالنسبه لي انا الاهم شيء هو الماده الموسيقيه موجوده الحمد لله يعني مشكوره خاصه على مستوى تناول المواضيع، محاوله كيفاش يقولوها ربط المواضيع هذه بالاصول وبالجذور وبحياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكل. دونك هذا من بعد كل شيء يجي من بعد يعني هل يعني هل باش نراو حسين في مهرجان قرطاج باش نراوه عام سنين ان شاء الله؟ لا 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 لانه تو البرج مازال ما تكشفش عليها، توجهت لك دعوه فما حديث؟ لا 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 ويظهر لي مازالش قاعدين نوخروا برشا على مستوى البرمجة ما نعرفش وين وصلت، ما سمعتش حاجة. ما قدمتش ملف انت معناتها حسين عامر؟ ما قدمتش انا قلت وقف التامل يزيني معناتها نحب نقعد شويه مع روحي. قدمت عرض في 2012 فيه ما فيه وعليه ما عليه، ووقتها توعدت ان شاء الله نرجع في 2017 كان حياتنا القدره وان
نصلحوا بعض الأشياء ونطوروا الإنتاج زاد على مستوى حاجات أخرين وكل، لكن سنقول خلنا تريكوا شوية نحاولوا باش ناخذوا كيفاش يقولوها وقفة إلى الوراء، نخدم على مستوى الأمور الإعلامية والكل كما خدمت قبل في المنتوج القديم والكل، والحمد لله إن شاء الله ربي يجعلنا في الطيب نصيب كما يقولوها. سيدي بالتوفيق ليك حسين عامر، قل لك كل عام وانت حي بخير وبانك مبروك ان شاء الله. ربي يبارك لكم وان شاء الله هذايا اول رمضان بالنسبه لاذاعه راديو مات، ان شاء الله رمضان مبارك عليها. عايشك. اكيد اكيد، ونحن في فرحه قدوم شهر رمضان اكيد ما نجموش ننساو شهداء هالوطن العزيز، ما نجموش ننساو للاسف بعض الكوارث على مستوى الطريق اللي صارت هالمده هذه. ربي يرحمهم ربي يصبر اهاليهم، وان شاء الله نتمناو الشهر هذا يكون شهر التراحم بين التوانسه الكل، فهمني ان شاء الله. في حاجه كبيره 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 برشا للشيء هذا. دونك نسمعوا كل يوم في راديو ميد في سلسله تحكي على صحابه الرسول، على الرسول وحياته في راديو ميد كل يوم في البرمجه الرمضانيه حصريا. شكرا لك حسين عامر، ميرسي بوكو، بون جورني، يعيشك. يفضلك. نكملوا معكم صباح نهاك، متواصله معكم للعشرة امتاع صباح. L'interview du jour.